جرة فستو بتمشي وبتدلو. جرة فستو وبتمشي بتدلو. شو هي؟ جرة الفستو. شو عم تحكي؟ لا 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 جرة فستو. بسطتوا هيك؟ بسطتوا؟ قولوا في ناس ما بتعرفها. ثانك يو يا كبير. شكرا. جرة فستو بتمشي وبتدلو. والله ذكرني بعبد الحليم، الله يرحم ترابه لعبد الحليم. بيع الذرة. شو هي؟ بيع الذرة. قولوا شو هي؟ بيع الذرة. بيع الذرة. يا بيي. ثانك يو يا كبير. ثانك يو. ثانك يو. ثانك يو. ثانك يو. ثانك يو. ثانك ولا ثانك يو؟ ثانك يو. في ثانك عصير وفي ثانك يو. في تشاد عصير. نعم. ده كان بس هناك. يا ثانك يو والله. جرة فستو تمشي وبتدلو. شو هي؟ مرة جايبت أربع أولاد. قولي لهم هيك للجمهور. مرة جايبت أربع أولاد. شو مهضومة ثانك يو. ميرسي. ويلكم. جرة فستو تمشي وبتدلو. جرة فستو عرانيس؟ لحظة لحظة، شو يعني عرانيس؟ قصدي جرة. ايه. بكون ماشي بالعربية تمشي وبتدلو. عم تنفع. بعتقد هذا الجواب. عن جد عم تحكي؟ قول لهم هيك. ماني مأكد. ساعدونا. جرة فستو. ساعدونا وحكوا للزلمة يلا بنرسم بسمة على وجوهنا، عم يرسمها للبسمة على وجوهنا رغم كل هالظروف. حبيبي انت ثانك يو لك والله يوفقك. ميرسي لك. ميرسي لك. ميرسي. جرة فستو بتمشي وبتدلو. شو ما بتعرف؟ ما بعرف. ما عم تستعين فيك، شو هي؟ مدلوقة. مدلوقة. لك يا سلامة. قولي لهم قولي لهم شو اسمها؟ مدلوقة. شفتها؟ لك كبيرة أنت. ميرسي كثير لك. ثانك يو. ثانك يو بالعربي ولا ثانك ولا شو؟ ليش؟ هن شو بيقولوها؟ هن يعني ثانك ثانك يو ولا ثانك يو؟ ثانك يو ولا ثانك يو؟ ثانك عن جد شو هي؟ ثانك يو. اه ثانك يو يعني يعني فيها ثانك شيء من ثانك من نوع العصير؟ شو؟ لا. اه ما فيها؟ لا. هي ثانك يو. ثانك يو. اه ثانك ولا ثانك يو؟ ثانك يو ولا ولا ميرسي كثير. عن جد شكرا. جرة فستو بتمشي وبتدلو. مرة جايب ست اولاد. يا بيي بحياة ربك ربحت. ربحت. عم تحكي جد؟ قل له للجمهور احكي مع الجمهور. ربحت هلا. بس قل له مرة ست اولاد. منين جابتهم؟ جابتهم ولدتهم ما بتجيبهم. اه مش بالاوتوكار يعني. لا يا زلمة. لا خسرت. بدي اقعد فاهمك. لا خسرت. لا ما هي ما هي المرة ما هي المرة جابتهم الاوتوكار من المدرسة ست اولاد. انت قلت انا اعطيتك جواب مظبوط. انت افتكرت انهم هن اولادها. تخيل. لك جرة لك خي اعطينا ال 100 دولار هلا ربحت اللي خي الخبريه ما عم بيقبضنا لك خي المره جايبه ست اولاد هاي جرتك بس شو جابتهم اجوا بالاوتوكار بالاوتوكار طيب بالاوتوكار لك انا قلت بالاوتوكار انت ما سمعت ما انت ما سمعتنا عفوا 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 تاجي يا كبير حبيب قلبي حبيب قلبي جرة فستو بتمشي وبتدلو لبنان جرة فستو ماشي وبتدلو امي جايبه معها العربيه امك جايبه شو في على العربيه فستو لا 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 جمهور شو جايبه منها فستو منين جايبه من هنا ثانك يو لكم طيب ثانك يو بتجي بالتانك ولا بتجي بال ثانك يو يعني هي ثانك يو ثانك يعني ولا تانك عصير ثانك ثانك هي ثانك ثانك هي هيك بقولوها ثانك يو ثانك يو انت شو بتقولها ثانك قولها قولها لجمهور ثانك يو ثانك يو ثانك يو هيك اسمها؟ ايه ايه شو اسمها؟ ثانك يو ثانك يو لك كبير هيدا الانسان اللي قاعد قبالي دائما بيعمل ضروب بالناس وبيعمل قصص وكذا فانا هلا حاساله سؤال ونترك التقييم والتعليق لإلكم الكل بجاوب بشغف استاذ حسن جاهز للسؤال؟ ايه جاهز اوكي شو شعورك وقت اللي بتتغالظ على الناس وبتمزح معهم وبتعطيهم أسئلة محرجة شو بيكون شعورك وشو رأيكم بردوا وشو رأيكم فيه لحسن هذا الشيء بدنا نشوفه على السوشيال ميديا نسمع الآراء ونشوف التقييم شو بتقيم الناس نحنا كلنا بناخد آراء الناس لحتى نعرف حالنا تفضل جاوبني أستاذ حسن أول شغلة انت بتعرف نحن بوضع هلا بالعالم الكره الارضيه كله وضع صعب كتير
في ناس كتير ما عم تقدر توصلن البسمة والفرحة والضحكة. نعم. أنا اليوم من خلال برنامج شوف الضحك معنا ومن خلالك أستاذ سليم، أنا بعرفك قديش أنت إنسان مزوق كتير. أنا اليوم عم بعمل برنامج لقدر ضحك الصغير وضحك الكبير وضحك الختيار والختيارة، لأنه نحن اليوم بحاجة لنتسلى كلنا. أنا هذا البرنامج هذا لجمهور الحبيب ولألك ولكل الناس اللي بيحضروني. بس أنا بنتبه وبلاحظ أنه أنت ما بتاخد مصاري تعمل هذا الشغل على حسابك، شو إفادتك اللي أنت عم تسويها؟ يعني في ناس بتعمل هيدا الشيء وبتصير بتحط بدكم دعاية بدكم إعلان نحن بناخد مصاري على هيدا الشيء. أنا ما شفتك عم تعمل هذا الأسلوب، شو هدفك طموحك من هذا الشيء اللي عم تعمله؟ هل هو بزنس ولا هو بداية بزنس ولا هو محبة للناس ولا هو تملاية فراغ؟ فيني أفهم منك شو هو هذا الشيء؟ أنا بكل صراحة مع محبتي لألك، أنا اليوم يعني يمكن بصور برامجي على الطريق أكتر الأوقات، بس أنا أوقات بيبعتوا وراي بدهم يعملوا دعاية، بدهم يعملوا شيء لمحلاتهم، بيعطوني 100 دولار 200 دولار 150 دولار، يعني حسب المحل شو قد بيتحمل البادجت وحسب ما أنا أشتغل له دعاية. نحن مركزين على هذا الشغل نحن بهذا البرنامج، ولكن هذا البرنامج اللي عم تحضرونا فيه أنتو اللي هو برنامج حزازير وكاميرا خفية، هذا اللي وصل بسمة للناس هاي بكل صراحة وبكل مصداقية. أكتر من هيك أنا ما عش عندي شيء لك، يعني هذا هو الحديث. أنا بحب شخصيتك وبحب أخلاقك وحنيتك وتعاطفك مع الناس، بس أنا ناطر اسمع التعليقات والكومنتات والشيرات اللي حنوصلها ونفهم حسن مين، شو بيسوي، ليش. شوف وضحك معنا مع السيد حسن. يا مية أبو السنة صحافي أبضاي، روح يا كبير روح. جرة فستق بتمشي بتدلق، هي مرة الحامل.